وزير الخارجية التركي مولود جاويشوغلو يصرح بأن تركيا تجري اتصالات على كافة المستويات مع روسيا وبأنها ستفعل كل ما يلزم لسلامة جنودها وعدم نيتها نقل نقطة المراقبة التاسعة في إدلب. وكالة انترفاكس الروسية تقول إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أكد وجود عناصر من الجيش الروسي في محافظة إدلب السورية. الأمم المتحدة ترسل 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في محافظة إدلب. الحكومة النيوزيلندية تعلن تقديمها مبلغ 3 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في سوريا، وتقول إنها ستحول المبلغ إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية في أبيان جنوبي اليمن. صحيفة القدس العربي تقول إن المدمرة الأمريكية بورتر تحركت باتجاه سواحل سوريا، ومن المتوقع أن تقوم باعتراض السفينة الإيرانية غريس وان المفرج عنها. شركة هيونداي للسيارات تستعرض سيارتها الجديدة كروس أوفر، ويتوقع أن تصبح من بين أكثر السيارات مبيعاً في العالم بسبب تصميمها المتطور والأنيق وفق الشركة.